تعلم اللغة العربية. نعم، اللغة العربية، الذي يتعلم اللغة العربية يستطيع أن يفهم الدين. واللغة العربية لغة سهلة، واللغة العربية ليست لغة العرب، لا، هي لغة كل مسلم. نعم، الآن مثلا هذا المترجم هو يترجم لكم كلامي أنا، ممكن أنا أقول حلال هو يقول حرام، كذلك الكتب الآن المترجمة ممكن بعض الناس يغير فيها لك وأنت لا تفهم. عندنا قدر من اللغة العربية لازم تتعلمه. الله أكبر، هذا عربي لازم تقوله. تقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، سبحان ربي العظيم في الركوع، سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد في السجود، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي بين السجدتين، التشهد، التحيات لله، والصلاة، الصلوات الإبراهيمية، السلام عليكم ورحمة الله. عندنا ألفاظ نستعملها، ألفاظ للمسلمين خاصة بهم. يعني تقابل مسلم الآن، إيش تقول له؟ بونجور؟ لا، تقول السلام عليكم. هو إيش يقول لك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الأخ أعطاني ماء، إيش أقول له؟ ماذا؟ ماذا عندكم تقولوا أنتم؟ ما يقول لا، يقول جزاك الله خيرا. هذه مرسي ولا مرسي، هذه ليست للمسلمين يا أخواننا، أو ثانك يو. إذ لماذا جزاك الله خير أفضل أو مرسي أفضل؟ ها، أيهما أفضل؟ جزاك الله خير هذه أبلغ شيء في الثناء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا كلمات هذه تستعمل، من يستعملها؟ مسلمين. ما شاء الله، إن شاء الله، جزاك الله خيرا، السلام عليكم، وعليكم السلام. يعني هذه ألفاظ نستعملها، اتركوا هذا الألفاظ التي لغير المسلمين.